معكم القصاري محمد، جمعية التقدم للفرص، هي جماعة سبعيون. تبارك الله، شحال عندكم العدد ديال الناس اللي تصرفوا؟ 17 حاليا. تبارك الله، يعني عندكم واحد الميزة مزيانة، عندكم شابات وعندكم شباب وعندكم احترافية. هو ضروري ضروري نشاركوا معنا العنصر النسوي، حتى هو راه عنده دور فعال في هذا الميدان هذا. هذا عندكم واحد الدرس تبارك الله في عمره غير 9 سنين، واش هذا بدا معكم ولا عاد دابا كت؟ وإلى اصلا والديه كان عندهم الخيل وجدودهم كانوا عندهم الخيل وتربى في الخيل، داك الشيء علاش. وبالنسبه للشابه حتى هي والديها كانوا عندهم الخيل. اذا انت المقدم لك في الشباب والشابات. مرحبا مرحبا. ونتمنى لك طول العمر. شكرا. سميتك؟ بدر بومجيه. فوقاش انت كتمارس هذه الهوايه هذه؟ ملي كانت عندي 6 سنين كنت نجي مع بوا كنتفرج. ودابا انت عاجبك وكتمارسها وكتنضبط مع المعلم؟ كوش. كيف كدير باش كتفهم باللي غيخرج لك؟ كدير باش تقول لك حنا الاولاد، تقول هو تجي هنا تقول هوب كنردو صافي. تخرج معاهم كتقرا نتايا؟ فين كتقرا؟ السابعة. تبارك الله، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. امين. شكرا. اسم ديالي فرح مشهور، مدينه من اقليم مدينه الحاج. اسم الفرقه ديالك؟ الاسم الفرقه ديالي من سبعيون، الجمعيه ديال. انت كنشوفك كتمارسي هاد الهوايه هادي، فوقاش انت كتمارسيها؟ تقريبا من 2019. من 2019. شحال كان في عمرك؟ تقريبا شي 17 عام. تبارك الله. باقا مستمرة؟ باقا لحد الان 21 عام تقريبا. علاش؟ الحب ديالي للخيل، ديال الخيل، الحب للتوريضة، والحب ديال الناس، والحب ديال الحكم ديالي، انه الرسول عليه الصلاة والسلام راه وصى على هاد الموهبة الحمد لله. وكذلك الاب ديالي اللي ما غنيش حيتاش ما عندهش الولد الكبير، كيقول لي انت ولدي الكبير، انت كل شيء، يعني ربي ما عطانيش الحمد لله. ديال الولد والبنت حيدتها. الانسان اللي تكون عنده الكفاءة بحال البنت بحال الولد. بحال البنت بحال الولد كذلك، يعني أول مرة كان راني معها هاد الزربة هذه، أول مرة كنلعب معها، كنت كنلعب مع زربة ديالنا واحدة أخرى. بلا ما نذكر الاسم ديالها. كتقراي؟ واه كنقرا. واه دوزيام اني في لافاك. دروا دروا دروا. بديتي انت بحقوق ديالك هما الاولى؟ هما الاولى، كنت كنقرا وكن يعني في ميم طون كندير الفروسيه. امين يا ربي امين. شكرا بزاف، وشكرا لكم انتم كذلك اللي كتجيو كتعذبوا معنا باش توصلوا الصوت ديالنا، وباش هاد التراث هادي تبقى توصل الناس، باش هاد التراث ما يعني مؤخرا كنشوفوا ما بقاش عندها بزاف ديال الاهتمام. وشكرا لكم بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر جريدة الإلكترونية أنوار بريس اللي تنقلت من مدينة الحاجب إلى جماعة أيت بوبيدمان، وبالضبط من مركز بودربالا، من أجل نقل الوقائع ديال النسخة الثانية اللي مهرجان تبوريضة اللي كتنظمو الجماعة الترابية لأيت بوبيدمان بدعم من جهة فاس الكناس ومن عمالة إقليم وجمعية رابطة الصحافة والإعلام. وبهذه المناسبة يعني كنشكروا الجميع اللي ساهم من بعيد او قريب. لا سمحتي سيد النائب، اشنو نعم. الهدف من هذا النشاط هذا؟ الهدف كما كتعرفوا سي ازرور الصحفي ديالنا المحترم، مر المغرب كسائر دول العالم من جائحة خلفت واحد الاثار نفسية وخيمة على الصحة البدنية والنفسية ديال المواطنين ديال البشرية. والمغرب بطبيعة الحال كان بين الدول اللي جاحت الجائحة لمدة سنتين، والناس بقاو يعني ماكتين في البيوت ديالهم. الآن فرصة هاد، فكرنا مع الجهة ديال فاس مكناس كما قلت، مع السلطة الإقليمية، مع الجمعيات، أن ننظموا هذه النسخة الثانية من مهرجان تبوريضة باش الناس يخرجوا يفوجوا ويخرجوا يرتاحوا شوية ويستعدوا إن شاء الله لموسم فلاحي اللي نتمناو إن شاء الله أن يعرف واحد الأمطار ديال الخير. كذلك ما نساوش بأن هذا المهرجان اللي فيه 3 أيام، اللي فيه 18 19 20 نوفمبر 2022 كيعرف واحد الحركة تجارية دؤوبة لينا في الجوانب ديال المهرجان. وبالتالي ان شاء الله نتمنوا ان مساله اخرى هو ان راه تقريبا 41 سربه اللي كتشارك في هذه النسخه هذه، وتقريبا 600 فارس اللي كاينه.
من جميع الجهات فاز مكناس ممتلى إقليم الحاج بطبيعة الحال بإقليم صفرو عملة مكناس مولاي يعقوب تاونات فكما قلت لكم السمية فارس 41 صربة اللي إن شاء الله في أجواء يعني مهمة بزاف في أجواء رائعة في رائعة الناس فرحانة وما نساوش نقدموا الشكر الجزيل للمجلس الإقليمي على المساندة ديالو وعلى الجمعيات ديال المجتمع المدني. شكرا مرة أخرى سي أزلول. شكرا.